السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مشروع مركز النور. إحنا الآن يعني كنا عملنا يعني نقطة على تقدم الأشغال في المركز، كانت في شهر أبريل، إحنا الآن في شهر 7. طبعا كان فيه نصف السقف بتاع الطابق الأرضي، الآن الحمد لله انتهينا منه، يعني الطابق الأرضي و يعني الثلاث سلالم تصعد للطابق الأول، يعني انتهينا منهم، ستروها يعني مع الفيلم. والآن بدأت شركة الكهرباء تشتغل، يعني هذا المواسير بتاع شركة الكهرباء بدأت تشتغل في الطابق الأول. احنا الآن في القبو، انتهينا الحمد لله من الخرسانة العازلة بتاع الأرض، 70% منها انتهى كما ترون، والآن احنا في 30% اللي باقيين. زي ما انتم شايفين يعني ده طابق من العازل، هو سمكه 15 سنتي حتى يعزل الارض من الرطوبه او اي شيء، يعني حتى ان تكون يعني ارض صالحه حتى لاقامه اي شيء عليها، غير موقف السيارات ممكن يعني يكون فيها اي انشطه اخرى يعني. وبالنسبه لكل ما هو سباكه وكهرباء ومجاري اللي هي تمشي في الارض، انتهينا منه 95% الحمد لله. والآن طبعا شركة الكهرباء والتسخين والتهوية وأيضا السباكة يعني يكملوا عملهم هنا في السيسولين، معظم عملهم في القبو، وبعد كده بيطلعوا بمواسير في الطابق الأرضي والأول والثاني، ولكن معظم العمل هنا في الأرضي. فالحمد لله يعني الأعمال تسير بشكل جيد، وكما ترون يعني الصورة أصدق من الكلام. فان شاء الله يعني احنا نتمنى منكم ان انتم يعني تساعدونا في تكمله هذا المشروع، وثانيا نطلب منكم ايضا الدعاء في هذا الشهر الكريم، وكل عام وانتم بخير.